العاصفة المالية مش اليوم في نادي الوحدات وليس في نادي الوحدات فقط، في كل الأندية الأردنية لا يوجد لأي لاعب في نادي الوحدات أي ذمة مالية. يا رجل أنا رئيس نادي الوحدات، من اللي بسمعه وكأنه أنا فعلا غايب أو مش موجود. نادي الوحدات دائما في الطليعة، لكن يبدو فيه إشي ممنهج اللي قاعد بصير في الإعلام على نادي الوحدات. بعدين نادي الوحدات مفتوح يا اخوان، اللي عنده اي سؤال يجي يستفسر عنه في النادي. الان العجز السابق اللي كان عندنا اصلا قاعد بتناقص، في ناس ماجوره بتشتغل على نادي الوحدات وعامله بيئه خصبه. بعدين انا بختف، انا بمجلس الاداره، انا وسيني من الاداره، معناته صار حرب، مش قرار بمرق، فيش دينار بنصرف الا ينعرض على مجلس اداره نادي الوحدات. لكن مصلحه النادي امام عيوننا الاصل تكون في الموضوع. بس انا بقول دائما الوحدات من يصنع النجوم وليس العكس. كل لاعب اردني بتمنى يلعب في النادي، وما يحتاجه المدير الفني سأقوم أنا ومجلس الإدارة وأجيبه. الله يقدرنا ونجيب الآسيوية، نفرح جماهيرنا. هذا التارجت تبعي، هذا الهدف اللي أنا عم بشتغل عليه. إحنا أكبر من هيك، إحنا نادي الوحدات.